مديد عبد الرحيم رئيس جمعية ديال جيل فضلات نشيط المعاقب محمدية. اشرح لنا هذا الاستقبال البهيج هنا على مستوى الهلال الاحمر بالمحمدية. هذا الاستقبال البهيج خصصناه للرياضي ديالنا السي عبد الهادي رشاق اللي شارك في الالعاب العالمية ديال الاولمبياد الخاص اللي تنظمات في الولايات المتحدة الامريكية بلوس انجلوس في الفترة ما بين 22 يوليوز و 3 من شهر اغسطس. وهذا رياضة ديال كرة تنس طاولة وحرز على ميدالية ذهبية في السامبل وميدالية ذهبية في الدوبل، فهمتي يعني انه احسن المراكز المشرفة. كيفاش شم التأطير ديالو باش وصل لهذا المكانة هذه وفي الولايات المتحدة الأمريكية؟ التأطير ديالو كيكون في داخل الجمعية بواسطة المؤطر سي وهابي محمد رئيس نادي الصداقة اللي كيتطوع معنا بالماتيريال ديالو بالما سميتو، وهو اللي كيقوم بتدريب رياضيه في دار الشباب العربي لفائده هاد الاطفال هادو. اشرح لنا هاد المشهد البهيج، الساكنه ديال الرشيديه ودرب الرياض كلشي كيستقبلوا البطل ديالنا، باش كتحسوا؟ كنحسوا بفرحه كبيره لانه ماشي سهل باش رياضي من المحمديه يوصل حتى للولايات المتحده الامريكيه، يعني هذا شرف كبير للجمعيه والمدينه كذلك ديال المحمديه. واش غتعملوا شي حفل بخصوص هذا الفوز هذا؟ ان شاء الله غادي نقوموا بحفل حفل استقبال لهذا الوليد هذا، واللي كان بالمناسبه كنناشد السلطات المحليه وعلى راسها السيد عامي صاحب الجلاله انه يخصص واحد استقبال الجمعيه ولهذا البطل هذا باش يكون هذا كتحفيز للمجموعه باش نواصلوا العمل ديالنا. حانين بهذا الانجاز اللي حقق هذا الولد عندنا، هذا البطل اللي يعني جاب لنا الذهبيه ورفع رايه المغرب ويعني دار لنا، وهذا الشيء كله يعني كيبين بان حتى حاجه ما كتوقف قدام العزيمه والاصرار، يعني ولو انه معاق فهو تحدى الاعاقه ويعني ناضل وعرف ومشى من هنا مشى من هنا عازم على باش نهار ديتو السلا وبغى يمشي لامريكا، قال لي واخا بالاشاره هو ما كيهضرش، قال لي يعني انا الاول من هنا غادي عرف راسو. اذا لما كتهديو هذا الفوز هذا الفوز في او في نهديه او اول واحد، وهو اول الرياضي الكبير الرياضي الاول صاحب الجلاله الله ينصره اللي عطى لهذه الشريحه من المجتمع، عطاهم اهميه كبيره وهو خلاهم كيزيدوا لقدام. ونهديو هذا الفوز لباه اللي ما كاينش هنا راه في الديار الليبيه، ونهديوه لجميع ساكنه المحمديه. شكرا. انت الام ديال الابن هذا؟ ايه. يعني الشعور ديالك من بعد الفوز ديالو في الولايات المتحده الامريكيه؟ شعور ما كيتوصفش، لان كاع ما كنت متمنى كاع غيكون هادشي وهذا الاستقبال كل شيء وهذا الشيء، ولكن حمر لي وجهي وحمر حتى سميتها الجمعيه اللي كينتمي ليها، وكنت متيقنه بان ولدي غادي يجيب الفوز، لانه هنا كيقول لك انا الاول من هنا تيقول فيها، ومن حساب التدريبات ديال محمد تاهوايا وديال السي مديد الجمعيه ديالنا، لانها ما عندي ما نقول فيها. داكشي اللي كنا كنتمناو وصلوا، هذا هو المتنافس الوحيد ديال وليداتنا. لما كتهديو هذا الفوز هذا؟ لا، كنهديو لجميع المغاربه والمدينه، وبالاخص مدينه المحمديه.